يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم جلسة الاستراحة بالنسبة للمصلي؟ وإذا كان المصلي مأموما فجلس للاستراحة والإمام لم يجلس، فهل يكون هناك تأخر؟ المأموم يتبع الإمام، المأموم يتبع الإمام ولا يجلس للاستراحة، إلا إذا كان المريض يحتاج للاستراحة يستريح ثم يلحق للإمام، أما إذا كان قويا فلا يخالف الإمام. نعم.